بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا عن الطعام الصحي والطعام غير الصحي. أولا فلنتعرف على الهدف. أن يصيغ التلميذ جملا عن الطعام الصحي. والطعام الصحي مثل الخضروات، خيار، طماطم، جزر، بصل، خس، وكلمة مفيد. فلنتعرف على هذه الأطعمة: حليب، لحم، بيض، عصير، فواكه، أرز، سمك، دجاج. ومن الخضروات وهي من الطعام الصحي: جزر، خيار، طماطم. اقرأ يا صغيري هذه الجملة: أنا أفضل أن أكل طماطم. أنا أفضل أن أكل طماطم. خس، هذا هو الخس، خس أخضر، أخضر اللون، خس أخضر اللون. بصل، بصل. أنا أفضل أن أكل البصل لأنه مفيد. دعونا نقرأ هذه الفكرة: مرحبا، أنا راشد. كل يوم أتناول الطعام الصحي لأنه لذيذ ومفيد. أشرب الحليب وأكل الخضروات مثل الجزر والخيار والخس. سأدعك يا صغيري تقرأ هذه الفقرة قراءة جيدة، ثم عليك أن تحدد ما هي الأطعمة الصحية؟ الطعام الصحي يصنف إلى جزر، خيار، خس، فواكه، حليب، أرز، دجاج. هذا طعام صحي. ثم ننتقل إلى الطعام غير الصحي. من خلال هذه الصور فلتتعرف على بعض الأطعمة غير الصحية والتي يتناولها الكثير من الأشخاص في تلك الأيام. شطيرة برغل. اقرأ هذه الجملة معي: أنا لا أحب شطيرة البرغل. أنا لا أحب شطيرة البرغل. أنا لا أكل البطاطا المقلية. أنا لا أكل البطاطا المقلية. البيتزا. البيتزا غير صحية. البيتزا غير صحية. الكعك. كعك. أنا لا أكل الكثير من الكعك. أنا لا أكل الحلوى. أنا
لا أكل الحلوى لأنها غير صحية. كل هذا الطعام غير صحي. هل يمكن أن تلاحظ الفرق بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية؟ هناك فرق واضح، وهو إضافة التاء المربوطة إلى نهاية الكلمة الثانية. اقرأ معي غير صحي وغير صحية. غير صحي، غير صحي. غير صحي هي كلمة مذكرة. غير صحية هي كلمة مؤنثة لأن أضيفت إليها التاء المربوطة. كلمة ضار وضار، ضار وضارة أضيفت إليها التاء المربوطة فأصبحت كلمة مؤنثة. إذن ضار كلمة مذكرة، ضارة كلمة مؤنثة. هيا نقرأ هذه الفكرة معا. مرحبا أنا راشد، أنا لا أحب الطعام غير الصحي لأنه ضار مثل شطيرة البرغر وبطاطا مقلية والحلوى. اقرأ قراءة صحيحة ثم صنف بعض الأطعمة غير الصحية في هذه الدوائر. ماذا يمكن أن نكتب؟ بطاطا مقلية، شطيرة البرغر، حلوى، كعك، بيتزا. هذه كلمات لطعام غير صحي، وأتمنى أن نتناول الطعام الصحي في كل الأوقات. هيا معي الآن لكي نكون بعض الجمل الدالة على الطعام الصحي والغير صحي، وأرجو أن تكتب هذه الجمل في دفتر اللغة العربية. هنا الدجاج. سأصيغ أول جملة وعليك أن تكمل باقي الجمل. سأضع الدجاج في جملة، سأقول أحب الدجاج لأنه صحي. أحب الدجاج لأنه صحي. هيا كون بعض الجمل من هذه الكلمات المعروفة، وأتمنى أن تكون قد فهمت الدرس فهما جيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.